Very proud. We are very honored to participate and collaborate with you in that project. أنا بشكرك وبشكرك جدا على طبعا على التعاون وعلى العهد الأولي بتاع الست أو الست قدرات اللي جايين دول، وأيضا القطار ده هيبقى السابع ولا ده فن ده فري فن، وهتوجدونا دايما إن إحنا حريصين على الشراكة وحريصين على التعاون وحريصين على يعني الاستفادة بالتكنولوجيا والقدرات اللي بتقدمها الشركة، وإحنا بنقدر الشركة الإسبانية والقطارات اللي إحنا منتظرنا تيجي مصر خلال ديسمبر اللي هو الشهر القادم إن شاء الله. شكرا. Thank you very much. إحنا بنعرض النهاردة بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد حجز آلي موجود في كل المحطات. إحنا معانا أكبر أربع محطات لهيئة السكة الحديد، إسكندرية وسيدي جابر ورمسيس والجيزة، دول فيهم أكتر من 50% من الزوار. المعدات اللي هي شغالة في أوروبا أكبر المحطات السكة الحديد، نظام الحجز هو اللي موجود في روسيا، والحمد لله بالاتفاق مع وزارة النقل والبنك المركزي ووزارة المالية، ده مربوط بحسب مجلس أعلى المدفوعات في الشبكة المالية الحكومة المصرية، بحيث أنه أغلب الكروت بتاعت ميزة اللي موجودة 22 مليون كارت الحاليين، نتمنى إن شاء الله يبقى مشروع من المشروعات الناجحة في وزارة النقل وفساد في الطرق والنقل بإذن الله. شكرا. السياسة بتاعتنا الاستراتيجية هي الانتاج المركبات صديقة البيئة، بطلنا نعمل الديزل والجازولين، مركزين على الغاز الطبيعي بالكامل، وده أحد الأوتوبيسات المركبات لل بالغاز الطبيعي بالكامل، دي من بيلاروس، وتم عمل الأوتوبيس بالكامل في ما عدا الموتور والباور ترين في المصانع الشركة. عندنا أوتوبيس تاني سكانيا برضه بنتكلم على غاز طبيعي بالكامل، وكله معمول في الهندسية للسيارات. بعد كده المشروع الأهم هو مشروع الأوتوبيس اللي قدام حضرتك ده، أوتوبيس 15 راكب بيتعمل بالغاز الطبيعي برضه بالكامل، ده باور ترين جاي من كوريا للغاز الطبيعي بالتعاون مع غازتك في مصر. ثم الأهم هو الشاسيه اللي بنعرضه على حضرتك، شاسيه كهرباء، ده بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية بنعمل البطاريات والكنترول يونت اللي هو قلب السيارة الكهرباء بالكامل فيما عدا السل اللي بتيجي مستوردة، فلو حضرتك تتشرف نشوفها. دي البطاريات يا فندم، وهي أربع بطاريات، ما فيش غير السل دي اللي جاي من برة، الباقي كله معمول في مصانع الشركة بالكنترول يونت بتاعنا مكون محلي فوق 80%. الشاسيه ده بإذن الله يتم تشغيله في يناير، ثم إنتاج أول مجموعة للتجربة والسيرتيفيكيشن الخارجية من أوروبا، بحيث نبدأ التصنيع بإذن الله في حالة النجاح بإذن الله في الربع الأخير من العام يعني بكميات تجارية. حضرتك حتى اليايات اللي هنا دي صناعة يعني أحد شركاتنا، شركة كبيرة ومنتجاتها ورا بتورد للشركات المصرية اللي بتعمل السيارات زائد السكة الحديد، فبإذن الله نسبة مكون بإذن الله، والأهم من كده توطين للتكنولوجيا بجد للسيارات الكهربائية. ما هو ده الغاز الطبيعي، احنا في انتظار في التأخر بس الموتور اللي جاي من كوريا، ده بإذن الله 3 شهور يكون شغال على أرض الواقع. العربية دي زي ما قلت لحضرتك هتاخد سنة من التجارب والتأهيل علشان يبقى عندي الفيرجن اللي هو المندي اللي هي حضرتك. الأوتوبيس ده مهم جدا، ده 60% من النقل الجماعي في مصر النهاردة هو من الحجم ده، فده مطلوب جدا للسوق المحلي. كده بالفريم بتاعه كده ده انتوا اللي عاملينه؟ احنا لسه هنعمل فرم واسطمبات تخلي الشكل نمطي بالكامل، احنا بنعمق وبنوطن صناعة السيارات اللي تعتمد على الكهرباء بالكامل عندنا هنا، وفي نفس الوقت بنعمل بالتعاون مع شركة سكانيا بنعمل أكاديمية سكانيا للتدريب والتعليم والتأهيل بالكامل للمهندسين أو الفنيين بشهادة معتمدة من شركة سكانيا للغاز الطبيعي.
سعادتك في معرض ترانزمية. ده أوتوبيس سيتي باس بيعمل بالغاز، طبعا بنعمله في مصانعنا بالعشر من رمضان. احنا في آخر لقاء مع حضرتك في ترانزمية 2021-2020 حضرتك طلبت منا ان احنا نزود نسبة المنتج المحلي 80%. انا النهاردة بالحمد لله وصلنا نسبة 70% في الميني باص اللي حضرتك عينته، كان مستورد السنة اللي فاتت، السنة دي اصبح مصري بنسبة 70%. زي ما حضرتك شايف التصميم مصري، المكونات، الكراسي، الازاز بنسبة 70%، البادي كله الشكل انسيابي، متانة، مطابق لجميع المواصفات. ده بيعمل على الانبعاثات يورو 5. ان شاء الله احنا بنهدي ده للصندوق تحيا مصر، لان حضرتك شجعتنا ان احنا نشتغل فيه، وده اول انتاج يطلع وبنهدي للصندوق تحيا مصر. يعني 30% اللي راسيه ايه؟ الشاسيه والموتور. حضرتك شفت الشاسيه السنه اللي فاتت وطلبت مننا ننتجه في مصر، واحنا الحمد لله بقى منتج محلي. لو حضرتك تبص في الصوره بتاعه السنه اللي فاتت تشوف الشكل مختلف تماما. عندنا شاسيه برضو الاوتوبيس، ممكن نعمل منه كذا تراس، ده اللي هنعمل منه الاوتوبيس ده. فمعارضين يعني حضرتك ده ينفع لاسكندريه او نقل الموظفين وعمال، بيعمل بالغاز، وده ينفع لمحافظه القاهره، وده حضرتك مشروع المحركات. احنا بالفعل يا فندم السيد الدكتور مصطفى مدبولي اعطى قرار ان احنا نحول جميع الاوتوبيسات زي توجيهات حياتك، جميع اوتوبيسات هيئه النقل العام القاهره باسكندريه للعمل بالغاز، مع الاشتراك مع الانتاج الحربي ووزاره البترول ووزاره التنميه المحليه. ان شاء الله نحول 262 محرك، ابتدينا فعلا الانتاج الكمي، وعلى شهر 6 ان شاء الله حياتك تقدر تشوف اول 377 محرك اللي هيتم استبدالهم السنه دي، يكونوا خلصوا ان شاء الله المحركات. هياخدوا الاوتوبيس يغيروا المحرك بالظبط ولا هتغير بس المحرك؟ المحرك بس، ومنحافظ على صندوق التروس. فالسيد وزير التنميه المحليه اقترح ان احنا نحط محرك غاز بدل الديزل، وبتوجيهات سعادتك الدكتور مصطفى. لما تعملوا اول اوتوبيس عملنا يا فندم جاهز، هو جاهز في الانتاج الحربي يا فندم، خلص بالفعل، خلص بالفعل. شكرا يا فندم، شكرا.